عباد الله، إن مشهولين منذ زمن بفتنة عظيمة يفعلها بعض من أنعم الله عليهم بالزواج، ألا وهي أخذ صور للحفل، صور بالآلات الفوتوغرافية، وربما يكون ذلك بالأشرطة الأخرى التي تعرض على شاشة التلفزيون وهي أشرطة التجنيد. هذه البلوى التي ابتلينا بها لا أدري لهؤلاء أيفعلون ذلك من أجل أن تزداد المودة بين الزوج وزوجته، أم يفعلون ذلك من أجل أن ذلك أحظى للزوجة عند زوجها، أم يفعلون ذلك من باب إعلان النكاح، أم يفعلون ذلك لأنه قربة إلى الله عز وجل، أم يفعلون ذلك لأنه شكر لله على هذه النعمة. كل هذه الفوائد الدينية والدنيوية لا يحصل منها شيء بهذا العمل القبيح المحرم، بل إنما يحصل منها المبارزة بمعصية الله عز وجل وخلع جلباب الحياء عن الزوج والزوجة وعن المجتمع من النساء. هذه الصور التي سقطت سوف تكون معرضا للناظرين في أي وقت شاء ملتقطوها. أترضون أن تعرض نساؤكم أمام الفساق؟ أترضون أن تعرض نساؤكم أمام الناس كلما أراد أحد أن يبدي وجه أختك أو بنتك أو زوجتك؟ أترضون بذلك أيها المؤمنون؟ هل فيكم غيرة؟ هل فيكم إيمان بالله؟ هل فيكم خوف من عقوبة الله؟ أما تخشون أن تنقلب هذه النعم التي نرسل بها نقما؟ أما تخشون فاطر الأرض والسماء؟ أما تخافون أن تلحقوا بأعداء الله من الكفار والمتشبهين بهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أما ترضون أن يعاقب الزوج وزوجته بإلقاء البغضاء والعداوة بينهما حتى تتفكك أسر الزواج؟ كل هذا أمر يمكن أن يقع ولئن أنزلنا فيه مع مبارزة ربنا بمعصيته فما ذلك إلا استدراج من الله عز وجل. وإن الله ليمضي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الناس، فكروا واعقلوا في هذا الأمر. ما هي نتيجته؟ ما هي فوائده؟ ما هي مضاره؟ إن الله قد أعطاكم عقولا لم يجعلكم كالبهائم لا تدري ما لا يفعل بها، تجر إلى المنحر فتأتي منقادة، وتجر إلى المأكل فتأتي منقادة. إن لكم عقولا تدركون بها النافع والضار، وإن الله أتم عليكم النعمة بما أنزل عليكم من كتابه وبما أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر في قبح هذا الفعل معلوم بالشرع، معلوم بالعقل، مدرك بالحس، لا يخفى إلا على من طمس الله نور بصيرته وقلل منه الغيرة في قلبه ونقص منه الدين في فؤاده. فيا أيها المسلمون، يا أيها الغيرون، فاذكروا في هذا الأمر. إنه فقهاءكم منه لا تجركم النعم إلى الهاوية. هذا أمر منكر، هذا أمر محرم، هذا أمر مفض إلى الفساد، هذا أمر مفض إلى التنفع واللذة المحرمة. لأن كل من صور هذه الصور سواء على أشرطة الفيديو أم في كروت الصور الفوتوغرافية
كلما شاء أن ينظر بتلذذ إلى هذه الصور شاء أن ينظر إليها. الأمر واضح جدا، ولكن أين الولاة الخاصون الذين لهم الولاية المباشرة على هؤلاء النساء؟ وأين أولياء الأمور العامون الذين يستطيعون أن يؤدبوا من يفعل ذلك بالأدب الرادع لهم ولغيرهم؟ إن علينا أن نكون أقوياء في دين الله، إن علينا أن لا نبالي بأحد سوى الله عز وجل، إن علينا أن نقيم حدود الله. وإني لأقسم أن من أقام حدود الله لله على ما تقتضيه شريعة الله فسوف ينصره الله على كل من عاداه. أيها المؤمنون، أيها الأولياء الخاصون، أيها الأولياء العامون، إن علينا جميعا أن نتكافل وأن نقضي على هذه الظاهرة القبيحة الفاسدة المفسدة. ليس الأمر والله بالهين، وإن تهاون به بعض الناس الفرح بالزواج إنما يكون بأداء شكر نعمة الله وبإقامة المراسيم التي أباحها الشرع لا تجاوزا ولا تعديا لحدود الله وشرعه. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أرأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن علينا نحن المؤمنين مسؤولية، لسنا كالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواهم. إن علينا نحن المؤمنين الذين نذكر الله أن من علينا بالإيمان. إن علينا مسؤولية عظيمة أن نتقيد بشريعة الله، وهذه هي الحرية التي تكون حرية نافعة لا حرية مطلقة على حساب الآخرين.